إن حلم شبابنا كان صناعة منصة حرة يلتقي فيها شباب العالم من كل جنس ولون ودين وعرق، ليجدوا سويا مساحات مشتركة تتلاقى فيها أحلامهم ويتبادلون الرؤى ويعبرون عن آرائهم فيما يواجه عالمنا اليوم من تحديات وإشكاليات. ذلك الحلم الواعد الذي يبحث عن السلام والإبداع والتنمية بدلاً من الخوض في صراعات المصالح الضيقة. الحضور الكريم، إن شباب مصر الممتلئ حماساً ووعياً والذي تأصلت فيه شخصية وطنه بالأعمدة السبعة للحضارة والتي شكلت وجدانه وصاغت رؤيته الإنسانية وصنعت بداخله نقطة تلاقي للحضارات والثقافات والأديان، أصبح هو الرقم الأهم في معركة بناء الوطن التي نخوضها في مواجهة تحديات عديدة طالت الإقليم ومصر. وبينما تعصف هذه التحديات بدول وحضارات من حولنا، استطاع شباب أمتنا مجابهة التحديات وواجهوا الإرهاب بالفن والثقافة قبل السلاح، وشرعوا في بناء الوطن واثقة خطواتهم ومتسارعة. وأقول بصوت الحق والحقيقة، إن أمتنا قد صاغت خلال سنوات قليلة رؤية جديدة قائمة على العودة للأصول الإنسانية ومبادئ الحضارة، وتسعى لاستبدال أطروحات الصدام الحضاري بالتكامل والحوار.